كورت. طيب فكده ده الكلام عن البوينتر. يبقى احنا محتاجين يا شباب بس نعرف انه ايه الفروقات بين الاسيد بي تي ار بلس بلس والبي تي ار بلس بلس، ونكتبهم كده في نوتس ونخليهم بس ايه معانا. قشطه كده يا شباب. احنا حتى لو الحاجه انت مش فاهمها 100% ممكن تبتدي تجربها مع نفسك ونتكلم فيها بكره مع بعض مثلا على الواتساب، او تكلمني بالليل براحتك يعني. قشطه. قشطة. قشطة. طيب حاجة كده نوتس لينا، بنفس عدد السكويرز يا شباب يكون نفس عدد الأستريك، يعني لو أنا عندي 2 سكوير يا شباب AR و2 سكوير مثلا، حلو كده يا شباب، دو دايمنشنال اري، وعملت مثلا انت بي تي ار هيشاور على اي ار، حلو كده. فانا عشان اوصل يقول بي تي ار سكوير سكوير اي اوف جي، صح كده يا شباب، عشان اوصل للدو دايمنشنال اري دي او الاي ار اوف اي اوف جي، صح كده. بنفس الكونسبت يا شباب انا ممكن اعمل ايه بقى؟ اقول الاي ار دي اوف جي، وديه هنا ايه؟ واحدة استريك كده، فالكلام على ايه يا شباب؟ أنا ممكن دي تبقى كده جوه ونشيل الكوز ده عشان تبقى الدنيا كده إيه سهل. هاي يا رجالتي، بس باشمهندس مش المفروض الجي مكان الاي؟ مع على حسب أنت بالنسبة لك بتتعامل مع روز ولا كولومز، فاهم يعني قصدي؟ حسب ال ARI جي، ARI بعدين جي، فالمفروض يبقى الاي اللي جوه والجي اللي بره، ولا هي كده صح؟ انت قصدك كده دي الروز ودي الكولوم. الاي ماشي. طيب بمنتهى اتفضل. البساطه، بمنتهى البساطه ادي هي التو دايمنشن اري بتاعتنا. حلو. ماشي. هو على فكرة احنا كنا المفروض اسهل لنا ان نعمل ده بوينتر اصلا عشان نعرف ده كده مثلا كده، وده يبقى فيه ادرس array of zero او اللي هو ايه array of i يعني. وكمل بقى، هنعمل المفروض array of pointer يا شباب يعني. حلو. يبقى ده عندي كده البي تي ار، فالمفروض ده كده يا شباب ده كده بي تي ار. انت عايز تسمي الرو بالاي ولا بالجي؟ ال AR I وبعدين ال J، فهيبقى ال role I بعدين ال column ال J. يس. بس هو إيه هي كده، انت هتمسك فعلا الرو وبعد كده تمسك الايه الجي. يس. لو انت عايز تمام، تحسبها بس كده، ده كان قصدي يعني. لو انت عايز تحسبها كده، ده بالنسبه لك، ده كده بالنسبه لك يا شباب الروس، صح كده، وده بالنسبه لك ايه الكولومز. وصلت؟ انا اللي يخصني بس في الحته دي عدد الاستريكت وعدد الاقواس السكوير. حلو. هنا 2 استريك يبقى هنا 2 استريك. قشطه. هنا 3 يبقى هنا 3. كلام جميل. وصل كده رجلتنا ولا ايه؟ تمام تمام باشمهندس. ماشي.
كده احنا اتكلمنا عن البوينتر، اتكلمنا عن الاريج، تعالى نتكلم عن الفانكشن. طيب قلنا ماشي. الفانكشن سؤالي فعلا كنت عايز اقوله بخصوص البوينتر. اوكي، هو البوينتر السايز بتاعه بيعتمد على برضه السيستم اركتكتشر، يس، على اساس الادرس بحيث بس، بياخد يعني دلوقتي يعني على اساس الادرس بس اصلا. بتاع دي. تمام، يعني افهم منك يعني اصلا يعني الفويد بوينتر ده هيختلف طبعا من سيستم للتاني. اسم هو الاري بقى يختلف برضو، ما هو اسم الاري برضو ما هو كونستنت بوينتر. ماشي بقى، انت ايه علاقة يعني اسم الاري كسايز، هو ايه علاقة ده باللي احنا بنتكلم فيه؟ هو السايز بتاع البوينتر عشان كنت بتناقش برضو مع مصطفى. تمام، كان هو عامل فانكشن. حلو، الفانكشن دي بيستقبل فيها ادرس، بيباصي للادرس ده وبيباصي للفانكشن دي، بيباصي اسم اري. فلما بيجي برنت السايز بتاع اسم الاري ده كان بيديله 8، وكان بيقول لي هو المفروض يبقى 4 وكده يعني. فلما جيت عملتها عندي كان 4، فلما جيت يس عملت الفويد بوينتر خليته يجربها عندي فتقريبا نفس الكلام. فهل ده معناه ان برضه معتمد برضه على السيستم اللي يس هو فيه؟ لو البوينتر سايز اسم الاري، سايز البوينتر، سايز اي نوع بوينتر ثابت، سايز اي نوع بوينتر ثابت. البوينتر بيختلف في الجامب يا رجاله، في الجامب، ان انا لما هنط بقد ايه؟ يعني انت عملت السايز الانتجر، سايز التشار، سايز الفويد، سايز لاي حاجه هي بوينتر، اي حاجه بوينتر هتلاقيها هي نفس الرقم. يعني بص كده هجيبها برضك في الامتحان، يلا لا لا جدعان، انا فاهم. ده عبط يا جدعان، اوي انتوا بتهزروا، يعني انا بقول لكم حاجه جايه في الامتحان، ده انتوا المفروض تلبسوا. زباين يعني زعلانين، قول لهم حاجه بتوع الاوبن سورس يا جماعه، قالوا الاي تي كده ما تبقوش على الله قوي كده، عايزين الدردحه. هو يا باشمهندس على حسب انت هتجيبها ازاي، وحضرتك ممكن مش هتجيبها كده اكيد، يعني ممكن مش هتجيبها زي ما هتقول. طيب لو احنا جينا عملنا هنا برسنتج دي يا شباب، وعملنا سايز اوف محدش بيقول لي انه في اتنين فاربلز بنفس الاسم، على الله حكايتكم غلابة. يعني عملت بي تي ار وبي تي ار 2 اهو فين نفس الاسم. ما انا لسه كنت مغير دلوقتي، هو لسه مغيرها دلوقتي. لو انت عملت باك سلاش ان، وده باك سلاش ان، هل وده باك سلاش ان، ويلا عشان نعرف بقى نلعب بقى في الامتحان براحتنا، نديكم الفكرة بتاعتها. الاي ار استثارت فكري. انا ما اعرفش، انا بسأل والله سؤال عادي يعني، مش شرط تيجي في الامتحان يعني. ليه كده؟ طيب وانا حطيت الاي ار، وهنا حطيت الاي ار، حلو كده يا شباب معايا كده، رجلتنا تمام. ولا ايه كده؟ هنا ده البي تي ار، او هتكتب هنا سايز البي تي ار يا شباب، حلو، او عشان تبقوا مرايحين ده الانت بي تي ار، حلو كده يا شباب معايا كده على تمام الله ولا ايه يا جدعان؟ خليها دي كده، حلوة دي يا شباب، لطيفة يعني. قالوا كده يا شباب اتشار بتيكوال برسنتج دي، واعمل كوما، واعمل بقى هنا كوما. لو انا هنا عملت يا شباب بي تي ار بلس 1 بي ايكوال، وهنا برزنتج يو يا شباب، عشان خاطر مين يا عم؟ عشان خاطر اللي قالك عايزين نشوف ارقام. كلم علي. شور ايوه انا اهو.
لا بتعرف علي نام يا عم خلاص لسه فاكر. حلو كده رجالتنا، تعالى بقى نعمل رن كده ونشوف. ده نوعه انت بي تي ار، وده نوعه اتش ار بي تي ار يا شباب. البي تي ار اصلا، البي تي ار يا شباب يعني البي تي ار لوحده كان مشاور على 64.2.0.0.0، فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني او لو انت عايز دي، ده عنوان اول مكان. فانت لما عملت هنا بلس يا شباب، ده زاد باربعه وده زاد بكام؟ انما سايز البوينتر ثابت يا شباب ولا متغير؟ ثابت لنفس الماشين، ممكن يتغير من الماشين للثانيه. طب ايه الفرق بقى بين الانت بي تي ار والتشار بي تي ار؟ ده هينط بكام؟ واحده هينط باربعه والثانيه هينط بواحد. الله ينور عليك. هو طب قلت لك بوينتر عفريت ازرق، يبقى بوينتر العفريت الازرق ده السايز بتاعه كام؟ 8 بايت برضك. 8 وبينط بالعفريت الازرق. الله ينور عليك. يعني انا قلت دلوقتي يا شباب بوينتر استراكت، هيبقى البوينتر استراكت ده السايز بتاعه 8 بايت، واخد بالك؟ بس لما هيجي ينط 8، عشان انا عندي السيستم عندي 8، وانت ممكن تجربه عندك على اللابتوب تلاقيه 4، سايز البوينتر 4 على حسب الادرس بط، على حسب الادرس بس بتاعك. قشطه تمام. عشان حضرتك سالت حضرتك قبل كده في حوار الملك في الهيب، قلت البوينتر كنت بسال حضرتك ممكن اعمله انت حتى لو اشيل استراكت، قلت لي لازم يشيل نفس الحاجه اللي هيشيلها. الله ينور عليك. نفس يكون عشان ينط نفس النطه كده صح؟ الله ينور عليك، ربنا يفتحها في وشك يعني. يس. بس بقى ده ينفع يعتبر الري ده رقم؟ بس برضك عشان ابقى كملت لك الكلام صح، بس انا هنا ينفع عملت تشار استريك وخليته يشاور على ان. بص بقى هنا الصياعه، انا كده يا معلم يعني، بص كده سيبك بقى من الاري خالص، ممكن ننسى الاري هنا، بس انا ممكن كده بقى يا معلم اجي اعمل ايه بقى يا ريس؟ اعمل فاريبل عادي انت اكس. انت اكس ده متكون من كام بايت في الميموري؟ 4 بايت. صح؟ فانا لو حطيت هنا ادرس الاكس يا شباب، انا كده ممكن اقدر اكسس يا معلم الاكس دي بايت باي بايت على مزاجي، صح ولا لا؟ علشان خليت تمام. بوينتر اصغر منها يعرف ينط فيها. فالتشار ده هينط اول مره هيبقى ماسك اول بايت، لو عملت له بلس بلس هيمسك 2 بايت، لو عملت له بلس بلس هيمسك البايت رقم 3. وصلت؟ هي دي هتبقى بديل الحته اللي احنا كنا اخذناها، اللي انا باكسس الحاجه بت بت باي بت. لا ما احنا اتفقنا هي دي بديل لو انا هاكسسها بايت باي بايت، انما لو هاكسسها بيت باي بيت انا ما اعرفش اعمل بوينتر بيت باي بيت، فساعتها لازم اعمل البيت باي فيلد او البيت فيلد يعني، فاهميني يا شباب؟ انا اقصى تمام. حاجه استخدمها في البوينتر ان انا اكسس بايت واحده، لو عايز اكسس بيت باي بيت يعني البايت دي فيها 8 بيت، لو انا عايز امسك بيت باي بيت يا شباب مش هعرف اعمل حاجه غير البيت فيلد. وصلت؟ او تمام. حاجه اسمها البايت وايز اوبريتور، دي شويه اوبريتورز كده بنعرف نعمل بيهم البيت باي بيت. قول بقى يا معلم. في سطر 7 انا هنا حطيت في البوينتر بتاع التشار، كنت في الاول حاطط فيها اري اوف انتجر، الاول البوينتر ده لما عملت له بلس بلس نط واحد. يس. صح؟ طب كده انا لما اعمل له بلس بلس كده مش هعرف اجيب الاليمنت الثاني صح؟ يس، انت كده جبت البايت الثانيه من الاليمنت الاولاني. بالظبط، فانا كده لسه في البايت الثانيه في الاليمنت 0. انت في البايت الثانيه في الاليمنت 0 صح؟ تمام. هي مالهاش كده لازم البوينتر لازم يشيل نفس، لازم البوينتر يبقى الداتا تايب بتاعه نفس الداتا تايب الحاجه اللي هو شايلها. يس. ممكن تخليها اقل منها في السايز لو انت عايز تاكسسها بايت باي بايت، فاهمني؟ بايت باي بايت. يعني زي ما عرفتك الكلام ده مش هحتاجه في الديفلوب، بس انا حاجه زي كده مش هحتاجها في الديفلوبمنت خالص، يعني اليمنت
مش هحتاج انا اكسسه بايت باي بايت صح؟ فانت امبيدد يس انت مش هتحتاج، امبيدد بيحتاج لازم يعمل كده. تمام. عارف يعني الامبيدد بيبقى عايز يعرف ايه كمان يا حسام؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن عايز يعرف يا عبد الرحمن هو الدي دي دي يعني الكلام في الميموري ده ترتب ازاي؟ الدي دي دي اي اي بي بي اف اف ولا ترتب اف اف بي بي اي اي تي تي؟ تمام. فعشان يعرف الترتيب ده لازم يمسك اول بايت، لو مسك اول بايت ولقاها دي 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 يبقى هو مشي دي 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 اي اي بي بي اف اف، لو مسك اول بايت ولقاها اف اف يبقى هو مشي من الشمال لايه؟ لليمين، اف اف بي 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 اي اي دي دي دي. فعشان الامبيدد ساعات بيعرف حاجه زي كده بيبقى مضطر ان هو يعرف حاجه زي كده، ودي حاجه اسمها البيج اندن والليتل اندن. عايز اعرف الاوبريتنج سيستم والجهاز بتاعي بيخزن ازاي الفاريبلز في الميموري، فبنضطر نعمل حاجات زي كده. تمام تمام قشطه قشطه. مش مهندس معلش، بس السطر رقم 7 لما حضرتك عملت الشار بوينتر ده وقبليها شورت على الاري، والاري دي كانت من نوع انتجر، هو انا ينفع اعمل بوينتر من نوع شار يشاور على اري من نوع انتجر؟ يس. ده لا اكسبشن كيس بس كده، اصل انا كنت دايما لا 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 بوينتر يبقى نفس الداتا تايب ماشي. لو انا عايز اخلي تشار يشاور نادرا ما هعمل كده، نادرا انا ممكن اعمل ايه؟ اخلي تشار يشاور على الانتجر. ليه؟ عشان عايز اكسس الانتجر ده يا سرور بايت باي بايت. يعني بايت باي بايت؟ مش الانتجر ده 4 بايت كل بايت فيها حرفين؟ افرض انا عايز امسك البي بي بس. يعني هتتعامل معاك بايت باي بايت يعني بس. يس. عشان كده يس قشطه. عشان ناخدها بقى كاكزامبل، سيبك من الاري خالص، ممكن ناخدها بالاكس عادي. ماشي. عشان نبقى بنسبه ايه؟ فكرة انه الانت بي تي ار والانت والشار بي تي ار ثابت. طيب كده تمام يا شباب، حد متلخبط في حاجة؟ زي الفل. طيب الفانكشن بقى يا شباب، الفانكشن عندي اكتر من صورة ليها. اول حاجة نو ريتيرن نو ارجمنت، صح كده يا شباب؟ هتبقى هنا دي فويد ودي فويد، دي كده ولا بترجع حاجه ولا بايه؟ بتريتيرن حاجه ولا بتاخد حاجه. تاني حاجه ان هي نو ريتيرن ويز ارجمنت، صح كده يا شباب؟ ثالث حاجة إن هي بتكون بتريتيرن ونو أرجمنت، فدي ساعتها بقى بترجع انتجر هنا يا شباب وهنا دي فويد، وساعتها لا يبقى احنا بنكتب ايه؟ كلمة ريتيرن مثلا 10 مثلا هنا. ساعتها لو هي ريتيرن وبتاخد أرجمنت فهنا انت ثلاثة أربعة حلو كده يا شباب؟ حد عنده مشاكل في الأربع صور دول للفانكشنز؟ طيب احنا اتفقنا إن الفانكشن يا شباب لازم يكون عندي هنا البروتوتايب، ودي حاجة عشان يخلي الكومبايلر يبقى إيه؟ عارف إن في كود جاي لي تحت، صح كده؟ دي valid compiler او الكومبايلر هو اللي بيعمل لها تشيك. تشيك باي ايه؟ باي كومبايلر، صح كده يا شباب؟ بعد كده بيكون هنا عندي المين، بعد كده هنا بيحصل كول للفانكشن يا شباب. بعد كده هنا ايه يا شباب؟ الديفينيشن بتاع ايه؟
بتاع الفانكشن. الناس معايا ولا نمت؟ لا معاك معاك يا هندسة، في حد ينام الكلام ده؟ الكلام ده يجيب كومنتس. اوكي خلاص كده رجالتنا، كلام جميل. اول حاجة عايزين نتكلم فيها ان الارية شباب بتتبسط باي ادرس. باي ايه يا شباب؟ باي ادرس. تاني حاجة ان الفانكشن كانت ريتيرن مور فاليو ان سيم تايم. ما ينفعش اعمل ريتيرن يا شباب لاكتر من فاليو في نفس الوقت، لازم اعمل ريتيرن الفاليو واحد. حلو كده يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. ماشي. اللوكال بقى فاريبل، عارف احلى حاجه فيكم ايه؟ ان انتوا بتقسموا بعض في الرد، فبحس ان الناس مختلفه بتردوا، بحس الناس موجوده. لوكال فاريبلز دي بيحصل لها ديكلير ان سايد فانكشن، صح كده يا شباب؟ يبقى اللوكال فاريبلز يا شباب هي اللي بيحصل لها ديكلير انسايد ايه؟ انسايد فانكشن. ودي صفاتها ايه بقى؟ السكوب بتاعها ويز ان فانكشن. انا ينفع استخدمها جوه ايه يا شباب؟ جوه الفانكشن، صح؟ طيب اللايف تايم بتاعها عايشه لغايه ايه؟ عايش لغايه ما الفانكشن دي عايشه لحد ما الفانكشن تخلص. بلوك. يس. الايف until function يحصل لها terminated. اشتكي يا شباب. طيب بالمرة طالما اتكلمنا عن local variables و... طيب local variables يا شباب بيحصل لها ستور فين؟ الستاك. في الستاك، صح كده؟ كلام جميل. طب الجلوبال فاريبل بقى هيب. هيب لا مش في الهيب، الهيب دي في اللانجوج زي السي شارب، السي شارب والحاجات دي، انما الجلوبال ما بيحصلوش. الجلوبال بيحصل له في حاجه اسمها الداتا سيكشن. حلو كده؟ او البي اس اس سيكشن. حلو كده يا شباب؟ ما هو ده في الهيب. مين قال ان ده في الهيب؟ لا ده في الستاك عادي. ده ولا ستيك ولا ستاك ولا هيب اصلا. ده سيكشن غير الستاك وغير الهيب اصلا، يعني الداتا سيكشن ده مش هيب اصلا. قشطه؟ الجلوبال فاريبلز بتتخزن في الهيب لما يكون في لانجوج زي السي شارب والحاجات دي بس. انما في السي لا. قشطه؟ السكوب بتاعه يا شباب طول البروجرام بتاعي اني بليس في البروجرام، صح؟ اني بليس. او مش اني بليس في البروجرام، هو اني بليس ان فايل، علشان الشباب اللي بتوع الاي او تي لما اكتشفوا انه الاكسترنال لما قعدنا نتكلم في الاكسترنال مع بعض فيبقى هم برضك يبقوا ايه عارفين المعلومه دي. طيب اللايف تايم يا شباب عايش لغايه امتى؟ لا ده لغايه البروجرام لما يحصل له ترنيت. يا سلام عليك يا سرور. ايوه يا اخوان. لا مسرور يا جماعه بيتكلم، انسى انسى. طيب فظهر عندنا بقى مشكلة. باشمهندس معلش، بس هو الجلوبال فايبل بيتعمل له ديكلير في الانسايد فانكشن برضه؟ لا اوت لا ده بيحصل له ديكلير
اه حبيب قلبي، شكرا يا حبيبي. اوتسايد ده منتشر، انت هتفتح الكاميرا دي بكلير اوتسايد اوتسايد المين يا شباب، اوتسايد المين. ماشي طيب، عايزين نتكلم عن كام كونسبت كده في البوينتر. هي الدانجلنج بوينتر، النال بوينتر، والوايلد بوينتر. طيب خلي بالكم يا شباب، الميتنج هيقفل بعد 10 دقايق، هنخش على نفس اللينك يعني. ماشي، الوايلد بوينتر يا شباب، واحد راح سألني سؤال، هو لسه هنخش تاني للأسف، هنخش تاني without initialization. ده بوينتر يا شباب من غير ما نعمل له initialization، ده هو ايه الوايلد بوينتر. حلو كده يا شباب. النال بوينتر، بوينتر with null initialize، يعني ده كأن عملت كده يا شباب، انت استريك btr بيت ايكوال نال، ده كأن عملت يا شباب كده. طيب الدانجلينج بوينتر بقى، بوينتر ببوينت تو deleted variable، مكان اتمسح يا شباب، deleted variable او deleted data. طيب امتى بقى تحصل مشكلة الدانجلنج بوينتر؟ فاكرين لما الفانكشن تموت وبشاور على حاجه جوه الفانكشن، الفانكشن تخلص فالفاريبل بتاعها يموت. يس، لما اكون برجع يا شباب ادرس، لما اكون برجع هنا يا شباب ادرس في الفانكشن، لو عملت مثلا هنا انت اكس مثلا وعملت ريتيرن اكس، ادرس اكس يا شباب، جيت عملت هنا فانكشن او عملت تيست مثلا، فانكشن تانية يا شباب، وجيت عملت هنا انت استريك بي تي ار بي ايكوال الفانكشن دي يا شباب، فالفانكشن دي هترجع عنوان الاكس صح؟ صح ولا لا يا شباب؟ تمام، اه ترجع عنوان الاكس، والاكس دي ماتت صح؟ تمام، فكده ده دانجلنج بوينتر. بوينتر بيشاور على عنوان الاكس، العنوان اللي حصل له ايه؟ deleted، او الفيرب اللي حصل له deleted. انما لو عملنا هنا مثلا function 2 وجينا عايزين نخلي هنا مثلا انت بي تي ار، انت استريك بي تي ار 2 او بي تي ار 1 بي ايكوال function 2 يا شباب، وعايزين ده ما يكونش دانجلنج بوينتر يا شباب، لازم نيجي نخلي هنا ايه الانت ده ستاتيك. طيب الستاتيك فاريبل يا شباب بتعمل ايه مع الستاتيك وورد؟ بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين يا شباب، بتمنتين الفاليو، وفي اكس يعني ايه بتمنتين؟ يعني اكس ده يا شباب لو حصل له بلس كل مره في الفانكشن هيفضل محافظ على الفاليوز بتاعته، مش هيحصل له غير انيشاليز مره واحده بس. الاكس ده يا شباب كده ما بيحصلوش انيشاليز، انيش وان انيشاليز بس، اول مره هيخش الفانكشن دي هيحصل له انيشاليز، وبعد كده هيفضل الفاليوز بتاعته تتغير عادي. تاني حاجة يا شباب انه بيغير
بيكيب على بيحافظ يا شباب، بيكيب السكوب بيحافظ على السكوب، انما بيغير اللايف تايم. بتشينج ايه اللايف تايم فور اللوكال فيرب. فده بيكيب سكوب اللوكال فيربل انما بيغير اللايف تايم بتاع الايه اللوكال فيربل يا شباب، وبيخليه يتخزن في الداتا سيكشن او بيخليه يتخزن في البي اس اي سيكشن، يعني بيخليه في اللايف تايم زي الجلوبال يا شباب. فاهمني؟ بيتخزن في الداتا سيكشن لو معمول له انيشاليز صح بي اس اس لو طبعا طبعا. هنا لازم الاخوه بتوع الاي او تي، لما اتكلمنا قبل كده برضك في لاب الداتا ستراكشر يا شباب، انه الاستاتيك لو جت مع الفانكشن بيكون ليها بيهيفير، والاستاتيك لو جت مع الجلوبال فاريبل ليها بيهيفير. احنا بس مع اوبن سورس بنتكلم لو الاستاتيك جه مع اللوكال فاريبل فقط، انما احنا كاي او تي لازم نبقى عارفين الاستاتيك لو جه مع الفانكشن يبقى وظيفتها ايه، والاستاتيك لو جه مع الجلوبال فاريبل يبقى وظيفتها ايه. انما احنا في الحاله دي بنتكلم على الاستاتيك مع اللوكال فاريبل. طيب يبقى بنفس الكونسبت يا شباب، لو انا عايز اعمل ريتيرن الاري، لو انا عايز اعمل ريتيرن لاري يا شباب، يبقى لازم 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 ماست بي الاري تكون ايه يا شباب؟ ستاتيك صح؟ لان انا الاري مش هعرف اعمل لها ريتيرن غير بالادرس صح ولا لا؟ فعايز اعمل ريتيرن الاري لازم تكون الستاتيك. وده اللي يجي يفتح سؤال هاو ريتيرن مور فاريبل ان سيم تايم. عندك أول طريقة إن أنت باستخدام الجلوبال فاريبل، تاني طريقة استخدام الكول باي ريفرنس أو كول باي أدرس. تالت طريقة انت تعمل ريتيرن الايه؟ ريتيرن الاري، ومش اري عادية، ستاتيك اري صح؟ رابع طريقة انت تريتيرن استراكت، وساعتها مش لازم تخلي الاستراكت ده ستاتيك علشان الاستراكت ينفع تعمل له ريتيرن عادي من غير الادرس بتاعه صح ولا لا؟ هاي رجالة ممكن اعمل الري في الهيب وخلاص بدل ما اخليها ستاتيك. يس طريقه ثانيه. شكرا. هو الاستراكت، هو الطريقه دي الاستراكت انا بكريته بره صح؟ لا هتكريته عادي، تكريت الديفينيشن بتاعه بره، الديكليريشن بتاعه بره، انما تعمل له ديكلير عادي جوه كده. انت بتعمل له ريتيرن وبترجعه من غير الادرس بتاعه، هتعمل ايكوال يعني، انما الاري مش هتعرف ترجعها غير بالادرس بتاعها. الحل الخامس اللي باشمهندس سأل عليه انه يعمل دايناميك اري، او اري موجوده في الهيب مش في الاستاك، باستخدام ايه يا شباب؟ باي يوزنج ايه؟ مالوك صح كده؟ من ساعتها مش شرط تكون ستاتيك. ساعتها مش هتكون شرط الستاتيك، لانه كده كده لما هيخرج من الفانكشن الحاجات اللي في الهيب مش هتتمسح صح ولا لا؟ هاي رجالتنا طبعا لازم تبص على الكول باي ريفرنس. لو بين قوسين ادرس في السي، لازم تبص على الكول باي فاليو
وطبعا اشهر مثال ليه هو ايه؟ السواب فانكشن، صح كده يا شباب؟ وهي لما عملنا void مين يا شباب؟ قلنا هنعمل int x equal هنا 5 وال y بتيكوال 10،